إذا مشاهدينا الكرام، انتهت نشرة أخبار الساعة 9، والآن يبدأ برنامج 9 مع الإعلامي يوسف الحسيني. أهلا يوسف. أهلا يا وين، ازيك يا دينا؟ عاملين إيه؟ يا أحوالكم؟ الحمد لله. الأخبار عندك بقى النهاردة مجموعة من الأخبار السارة، يمكن عندنا في العناوين العليا: لإدارة أزمة كورونا بتوافق على زيادة نسب الإشغال في الكافيهات والفنادق والمطاعم 70%، فأعتقد دي انفراجة اقتصادية جديدة للاقتصاد المصري. هي بشرة سارة طبعا لأصحاب الكافيهات، يعني وإن كانت بشرة غير سارة بالنسبة لي، يعني لأنه دايما هيبقى دوشة، ودايما للأسف الشديد لا أصحاب الكافيهات بتلتزم ولا الرواد نفسهم بيلتزم. مسألة بقى تحديدا الفنادق والسينمات دي اللي بجد بشرة كويسة جدا، لأنه طبعا صناعة السينما بتبقى بتمر دايما بظروف سيئة جدا في الظروف اللي زي كورونا دي، وبالتالي بتلاقي الأفلام يدوب تعرف ايه تمشي حالها، يعني مش هقول حتى تجيب التكلفة بتاعتها. الناحية التانية العاملين في قطاع السياحة، ودول جانب كبير جدا من مصر بالزبط. ودول في احتياج حقيقي لانه الفنادق يعني يحصل لها نسب اشغال عالية. احنا الاهم بالنسبة لي انه تبدأ الدول بقى بتاعت أوروبا وكافة دول العالم يبعتوا السياح على هنا كده أهلا وسهلا بيهم. بس في خبر أحلى، في خبر متعلق بالسفينة Ever Given وقناة السويس، وده بقى الخبر الكويس، لأنه على ما يبدو كده هيحصل اتفاق، نقول كده إن شاء الله على يوم الأربعاء. على ما يبدو الاتفاق طالع حلو إن شاء الله بإذن رقم، يعني إن شاء الله هنستف منه مبلغ كويس إن شاء الله. أكيد عندك موضوعات كتيرة في الحلقة النهاردة، نسيبك تبدأ الحلقة، وننضم للمشاهدين وندعوهم أيضا لمتابعة الإعلام يوسف الحسيني في برنامج 9 الليلة. بالتوفيق يوسف. شكرا ليك، وشكرا يا قويمة، شكرا يا دينا، وشكرا لكل صناع 9، ونستأذنكم نبدأ فقرتنا.